بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. واحده من اهم الاشياء اللي احب اسويها باي برنامج بالحياه باي نظام اني اكتشف اعدادات هذا النظام. درس اليوم من الدروس اللي اغلب الناس تحب تستكشفها وتحب تسويها، هو كيف او ولا صح احنا بنستكشف اعدادات الليبرا اوفيس، تمام؟ وبنشوف ايش موجود بالادوات الخاصه بالاعدادات. طبعا شيء ممتع جدا، وفي بعض وفي نقطه مهمه مهمه جدا، وممكن في اكثر من لا ما في اكثر من شخص، في يمكن اثنين بس سالوا عن هذه النقطه وايش شكله. لكن خلينا نشوف اول شيء ايش راح نسوي. طبعا اقصد بالاعدادات يضغط الادوات ثم نروح على خيارات، اوكي، المنطقه هذه الخاصه بالاعدادات، اوكي. فانا بالطريقه هذه يصير تشوفون كل شيء. اوه ممتاز ممتاز، خلونا نتعرف على المنطقه هذه. طبعا هذه منطقه اعدادات، اوكي، هي زي ما تشوف بيانات المستخدم عام والى اخره، هذا راح اتعرف عليها اليوم. مهم جدا انك تركز شوي، بالمناسبة أغلب الإعدادات ممكن تكتشفها تلقائيا بدون ما ترجع للدرس هذا. بيانات المستخدم عبارة عن بياناتك، اسمك، الشركة وإلى آخره، بحيث أنها تسجل في المستند، مو بلازم تسجل ترى عام، هذه بيانات عامة. فأنت ممكن والله عندك مساعدة، المساعدة مقصود فيها لما تحط مثلا الماوس على منطقة معينة، مثلا حسنا هنا ما بتظهر، ولكن لو رحنا الحين قفلنا هذه مثلا ورحنا حطينا الماوس هنا، راح تلاحظ انه في نص طلع، اوكي، مع التحفظ على المربع اللي ظهر، شايفينه بجنب عريض لانه يستخدم خط شوي، تمام، بس اني معجب شكل الخط، اوكي. فخلونا نشوف لو حطينا التلميحات موسعه. حسنا، التلميحات الموسعه بيظهر لك نص زياده، تمام، اذا كان المحتوى هذا يدعم. فما ادري ايش قصته ما ظهر النص، يبدو ان اللغه العربيه ما فيها دعم للمنطقه هذه، ولكن يفترض ان هذا النص او هذا الخيار يعطيك زي ما تقول نص ممدد او نص متوسع، زي ما تقول شرح متمدد او شرح شامل المنطقه او خاصيه معينه لما تحط الماوس هنا. مربعات الحوار طبعا لا شيء جديد، مجرد يعني مربعات الحوار اللي تظهر هذه، تمام. حاله المستند، تمام، السماح بحفظ المستند حتى لو انت تحفظ وحفظه. فانت عارف لما تفتح مستند جديد اذا ما سويت اي تعديلات عليه فما راح يحفظ. هل ممكن تسمع انه يحفظ هذا المستند بدون ما انك تسوي تعديلات؟ حط عليه صح، تمام. بالنسبه لي السنين، تمام، فراح يتعرف على ان الرقم هذا عباره عن سنه لما تحط الرقم ما بين 1930 وما بين 2029، اوكي. حاب الله يزيد تنقص بكيفك، يعني ترى الدعوه ايزي من هنا، اوكي، ما عندك مشاكل بالحياه، اوكي. الذاكره، بالنسبه للذاكره، تمام، فاقول لك اول شيء طبعا الاعدادات الافتراضيه ترى زينه، ولكن احيانا ممكن انك حاب تزيد. بالنسبه لعدد الخطوات، فعدد الخطوات اللي حاب انك تراجع منها، اوكي، فعندك 100 خطوه ممكن تسوي تراجع، ممكن تسوي عن تراجع عن 1000 خطوه، تمام، ولكن هذا الشيء ترى يزيد حجم التخزين على الرام. ذاكره تخزين الرسوم المؤقته افتراضيا 20 ميجا، طبعا بعد 20 ميجا راح يروح، تمام، ولكن ممكن تزيد، اوكي. ذاكره لكل كائن، يقصد به الكائنات الموجوده بالش اسمه هذا المستند نفسه، مثل جدول مربع صوره والى اخره. ازاله من الذاكره بعد كم؟ بعد 10 دقائق راح تزيله من الذاكره، ممكن تزيله من الذاكره بعد 20 دقيقه، ممكن تزيله من الذاكره فورا على راحتك. ذاكره التخزين المؤقت لكل الكائنات المدرجه، طبعا هذه لكل كائن، هذا لكل الكائنات المدرجه، كم حاب يكون عدد الكائنات، تمام؟ لكل شيء، طبعا هنا محطوط لك 20، طيب؟ بدا تشغيل الليبر اوفيس السريع، تمام؟ لما تحط علامه صح هنا نضغط على اوكي. انا ما جربت الخيار هذا، ولكن ما ادري هو ظهر كاني شفت شيء طلع تحت، اوكي. هذه راح تطلع لك بالمنطقه اللي تحت اللي تسمى سينيه النظام جنب الساعه، شيء اسمه الوصول السريع، اوكي. يفترض ان المنطقه هذه فيها زي ما تقول تضغط عليه بزر اليمين ثم يقول لك مستند جديد، مستند نص، جدول، عرض تقديمي، قوالب، فتح مستند الى اخره. القائمه تظهر لك تحت بالشريط، طبعا ما ظهر بالشريط هنا لان انا مسجل زاويه فقط من الشاشه، اوكي. انا راح اتركها لاني عجبتني، طيب، اوكي. عرض، العرض مجرد شكل، اوكي، لكن خلينا نشوف واجهه المستخدم. التحجيم اللي هو الحجم الافتراضي، كم تبي يكون حجم المستند الافتراضي؟ 100، ممكن يكون عندك شاشه كبيره 350، فالعرض الافتراضي لاحظ انه كبر شوي، لكن كل شيء لاحظ ترى مو مساله الا هذه بس، كل شيء كبر، اوكي. فانا ممكن اروح هنا الحين حتى هذه كبرت، اوه يا قلبي هذا، اوكي، هذه ممتازه للي شوي عيونه تعبانه، اوكي. نرجع الحين ونروح للادوات مره ثانيه، اوكي، ونشوف. هذا بالنسبه لي استخدام تسريع العتاد مفيد، تمام، بحيث انه يسرع العتاد يسمي اكسلريشن، تمام. استخدام التنعيم، هل حاب انك تنعم الخطوط ولا لا؟ لو شفت علامه الصح ما يكون في بيكون في بعض التكسر بعض الخطوط، فحط علامه صح عشان يسوي تنعيم للخطوط. حجم الايقونات اللي هي الايقونات هذه، تمام، هل حاب يكون حجمها كبير صغير تلقائي الى اخره؟ فانت ممكن تحط صغير كبير ويتغير. بالنسبه لي الثيمات، طبعا في اكثر من ثيم، طبعا في الثيم الافتراضي اللي هو تانجو، ولكن في اوكسجين ممكن تحط علامه صح الحين حفظ. لاحظ ان الايقونات صارت زرقاء، تمام، وراح اتركها زرقاء لان اوكسجين شكله احسن.
بالمناسبة ترى أول مرة خصص لبروفيس باستخدام خط النظام لواجهة المستخدم. هل بتستخدم خط النظام ولا بتستخدم خط ثاني؟ أنا حاطة علامة صح ولاحظ الخطوط هي خطوط النظام، فإذا شلتها بيكون في عندك خط معين. الأيقونات في القوائم عندك في كل قائمة في أيقونات، فلو جينا ضغطنا على عرض لاحظ أنه هنا في أيقونة، في أيقونة هنا أوكي. هل حاب أن هذه الأيقونات تظهر ولا ما تظهر؟ بصراحة خلونا نشيلها علشان نخفف المكان، ما يصير فيه وسع عرض ونروح للأيقونات أوكي. خل نسوي إخفاء حسنا، نجينا هنا بنلاحظ أنه الأيقونات راحت، لكن بصراحة الأيقونات تساعد في شو اسمه التركيز، فخلونا نطلع الأيقونات تلقائي أو ممكن نسوي ظهر. طيب تحسين حواف خط الشاشة، تمام نفس الكلام اللي هو حق الخطوط، إظهار معاينة الخطوط، هل حاب تسوي معاينة للخط بالقائمة حقت الخطوط ولا لا؟ عرض تاريخ الخط، ما أدري بصراحة عمري شفته بحياتي. بالنسبة للفارة، تموضع الفارة حلوة دي، هذا اللي هو سمى ماوس بوزيشنينج أوكي، أو ماوس بوزيشن بالانجليزي عشان لو شفته بالانجليزي عندك اوكي. من هو حاب يكون موضع الفار كيفك، بصراحه انا ما اشوف الخيار هذا لقيمه مهمه، ولكن قد يكون مهم لبعض الناس. زر الفار الاوسط، ايش حاب يكون زر الفار الاوسط؟ افتراضيا لما تضغط زر الفار الاوسط اللي هو الكوره هذه تمام اللي هنا، لو انت تضغطه يفترض انه هذه تسوي لصق، ممكن تغيره الى التمرير التلقائي او لا توجد داله بحيث انه ولا شيء اوكي، نو فانكشن اللي هي لا توجد داله. طيب اوكي بالنسبه للشفافيه، هل حاب يكون في شفافيه ولا لا؟ الشفافيه بالطريقه هذه انا اشوفها حلوه 75. الطباعه اوكي، في عندك حاجات معينه خاصه بالطباعه هنا، الافتراضي انها جيده اوكي، ولكن احيانا ممكن حاب انك تسوي طباعه الى ملف، حاب انك تعدل مثلا الشفافيه، حاب انك تسوي تقليصه الدرجات تمام، في حاجات كثيره ممتازه جدا ممكن تطقطق عليها خاصه بالطباعه. في هنا التحذيرات اوكي، هل حاب انه يحذر لما تطبع مثلا حجم ورقه معين، او اذا كان في اتجاه مش في مشكله باتجاه الورقه او في اتجاه مختلف، فممكن هنا تسوي تحديد عليها. بالنسبه للمسارات افضل تتكن افتراضيا اوكي، ليش؟ لان هذه المسارات الافتراضيه بالنظام، ولكن ممكن يكون عندك حاب انك تعدل بعض المسارات، فمجرد تضغط عليها هنا وتعدله اوكي. طيب الالوان، هذه الالوان الافتراضيه اللي تجي هنا، فلو جينا ضغطنا على هذه مثلا اوكي، راح تلاحظ انه في الوان، الالوان هذه هل حاب تضيف عليها شيء؟ اوكي حاب تضيف عليها شيء، ممكن تروح هنا خيارات ثم تروح للالوان وتضيف اللي تبي من هنا، فحابين نختار مثلا اسم اللون برتقاني، احنا عندنا برتقالي اوكي، فلون لا ما نبي، لا بنولف احنا لون ما نقدر، ايوه من هنا صوت صبر الارض اوكي، نفترض حابين يسوي الشغله ذي ونروح نغير اللون ونسوي له اظهر اوكي، راح يظهر اللون تحت شايفينه شايفينه اوكي. طبعا في ممكن هنا تعدل بالقائمه، ولكن موضوع التعديل من هنا شوي قرف صراحه، لاحظ انك تتعب توها بدي تغير اللون صفر اوكي، لاحظتوا اي لاحظتوا. طبعا هي 255 القيمه ترى 200 وهكذا، ممكن تحفظ لك لون اضافي ماشي. الخطوط، هذه الخطوط ممتاز جدا، راح تلاحظ انه مكتوب هنا جدول استبدال، انتم عارفين انه احيانا ممكن شخص يرسل لك خط غير موجود بالنظام عندك وما حاب تستخدمه اوكي، فانت ممكن هنا تضيف اسم الخط اوكي، نحط علامة صح هنا تمام، اضف اسم الخط مثلا خط ابي الخط مثلا اريال، ابي الخط هذا يستبدل بالخط سانز مثلا اوكي، فانا بالطريقه هذه اي مستند في اريال راح يستبدل تلقائيا بالسانز. جميل جميل اوكي. الامان، ما ادري تكلمت عن هذه ولا لا، ما تكلمت عنها اوكي. الامان عباره عن خيارات امان لا اقل ولا اكثر، ممكن تدخل على خيارات هنا وتشوف شو اسمه بعض الاشياء زي ما تقول، هذه مهمه جدا اذا حاب تسجل بعض معلوماتك الشخصيه اللي مسجلتها عن طريق بيانات المستخدم تمام. توصي بالحمايه بكلمه سر عند الحفظ، لما تحفظ يقول لك حط كلمه سر ولا لا تحط تمام، عباره عن خيارات لما تقرا انت تدري وش هي اوكي. طيب الاتصالات، طبعا هذه الرقم السري حق الاتصالات، اذا كنت تستخدم الليبر اوفيس للاتصال بالويب مثلا للويب داف تمام، عندي حاليا استخدم الويب داف مع الليبر اوفيس، فلازم يكون عندك رقم سري خاص بالويب ماشي. ليش؟ حاب تدخل الويب لقد دخل رقم سري، طبعا عندي رقم سري هذا هو تمام، ادخل الان راح لو كان فيه ملفات تمام، طبعا سويت ازاله قبل ذا عشان تشوف ملفاتي، ولكن لو كان في شيء راح تشوف الملفات اخر ملفات وصلتها عن طريق هذا. كلمة السر الرئيسية، طبعا هذه كلمة السر الرئيسية حقتي ممكن ادخلها، اذا كنت ما دخلتها بيقول لك دخل كلمة سر رئيسية تمام. امان الماكرو، هذه مجرد اشياء خاصة بالماكرو، هل حاب يكون فيه زي ما تقول يعني مرتفع متوسط، طبعا الماكرو اللي هي الاشياء تنفذ نفسها احيانا تكون مبرمجة اوكي. ايش جابنا هنا؟ طيب ضغط على المناديل، مصادر موثقة ممكن يجيك بعض الشهادات والى اخره، هنا في بعض الشهادات اوكي. التخصيص، هذا الوناسة التخصيص،
هل حاب انك تستخدم السمة الافتراضية بسيطة او كنت تستخدم سمة مثبتة مسبقا اذا كانت متوفرة؟ طبعا طبعا ما في سمة، ولكن الوناسي جدا انك تقدر تستخدم سمات فايرفوكس. اضغط على سمتك، اختر سمة، ثم اضغط على زيارة سمات فايرفوكس. الان راح ينقلك الى سمات فايرفوكس، تمام؟ لنفترض انك تحب السمة، والله هذه جيدة، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوله حلو ذي، نشيله يلا يا مدير. اوكي، اللي عليك تسويه انك تاخذ الرابط هذا فقط، تنسخه، تروح للليبر اوفيس، تلصق الرابط هذا هنا لصق، ثم تسوي حسنا. اوكي حسنا، طبعا راح ياخذ شوي بحيث نحمل شو اسمه الثيم، خلينا ننتظر شوي. اوكي تم تحميل الثيم، لاحظ الخلفيه هنا تغيرت وصار فيها حركات جميله، تمام. عن نفسي ما راح استخدم الشغله هذه، انا احب استخدم ادوات النظام. اوكي في واحد يسلي شيء بعدين نشوف. طيب راح استخدم المظهر الافتراضي. المظهر طبعا برضو اذا حاب تعدل على تخطيط الالوان ما ادري وش وكلام كثير صراحه هنا، بس انك انزل تحت وخربش، يعني يقول لك المرجع كيف حاب تضبط المرجع على ما ادري وش الوان، يعني افتراضيا انه زينه تمام، لكن احيانا بعض الناس يحب يعدل. الموصليه تمام، وهي عباره عن الاكسس ability تمام، الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. في بعض الاشياء استخدام المؤشر لتحديد النص ممكن مفتوح القراءة فقط حتى علامه صح، استخدام السماح بالرسوم المتحركه، السماح بالنص المتحرك، تلميحات تختفي بعد يعني 4 ثواني وتحط تلميح تختفي تلقائيا تمام، حاله عرض التباين، الكشف تلقائيا عن وضع التباين عالي حتى علامه صح اذا كان في وضع تباين عالي تمام، استخدام لون الخط التلقائي لعرض النص على الشاشه ولا متحط علامه هذه بتغير لون الخط الى اللون التلقائي اللي عندك تمام. استخدام الوان النظام في معاينه الصفحه، اذا شلتها بيكون لا، مع الوان النظام بتكون عفوا ما راح تطبق على المستند. طيب متقدم تمام، بيئه التشغيل صراحه ما فيه شيء اقول معي على البلاط، ولكن احيانا ممكن حابب انك تعدل بيئه التشغيل. بيئه التشغيل الافتراضيه انا ما حطيت عليه صح، اوكي اللي هي في عندي اللي هو المزود اوراكل تمام، عشان مركب فيرتشوال بوكس فيجي معه هذا ماشي، ولكن ممكن هنا بعض الاشياء تعدله على راحتك لو حاب تعدل تمام. خيارات الاي دي اي طبعا انا ما اشوف انه في اي شيء مفعل هنا، ولكن غالبا ما بنحتاج هذه الشغله. اوكي بالنسبه لي التحميل والحفظ تكلمت عنه في الدرس الحفظ التلقائي، اللغه تكلمت عنه في درس اللغه العربيه، راح نتكلم في درس قادم ان شاء الله تعالى عن بقيه الخيارات في وقت مناسب لها. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.